السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يتم إدراك جدول في الباير بوينت؟ جدول طريقة إدراك الجدول، بنختار هنا التيبل، بس الأول نحدد الأول الشكل الديزاين بتاع، نختار الشكل ده ولا ده، ونشوف كده أشكال تانية، نحذف ديت ونضيف نيو. نيو فبنيجي هنا عند الانسيرت، بنحدد الجدول بعدد الأعمدة والصفوف، وليكن مثلا بهذا الصف هنا الفريق، هنا الفريق، هنا مثلا منتخب مصر، وهنا منتخب تونس، منتخب مالي، منتخب انغولا. هنعمل هنا اهو تظليل للكلام ده، وممكن تخليه تقيل شويه، وممكن تخليه في السنتر بالمنظر ده. هنا لعب عدد لعب كم مباراه مثلا، هنا لعب حوالي ثلاث مباريات في المجموعة دي، كل واحد فيهم لعب ثلاث مباريات. عدد النقاط، ومثلا هنا خد من الثلاث مباريات دول مثلا 7 نقاط، وهنا 6 نقاط، وهنا 4 نقطتين، وهنا نقطة واحدة. فبتحدد الجداول، وبنعمل سمك للكلمات ديت، وتخن عن طريق اللي هي مكتوب عليها بولد دي. والجدول الاخير ده ما انا شايفه اللي هو زياده، ممكن يتحذف حاجه. بتقدر تتحكم طبعا في سمك العنوان، وممكن تخلي الكلام دوت في المنتصف اهو، شايف الشكل ده، والناحيه الثانيه بتخليه في المنتصف كده. قدرنا نجيبها في المنتصف تماما، وهنا نخلي الكلام ده ايضا في المنتصف، وهنا في المنتصف. هنا مدي لون بينك فاتح وبينك افتح منه، احنا لو ممكن تخليها كله باللون الابيض اهي، مع اظهار الاعمدة بتحدد مرة أخرى، وبنعمل عملية إظهار الأعمدة، أو بيديك أمثلة زي ما أنت شايف كده لما تدوس على تيبل تولز. عندك أمثلة كتير جدا تقدر تختار منها الشكل اللي يناسبك زي ما أنت شايف كده، وممكن تعدل عليها كمان، يعني مش مجرد مثال فقط، يعني ممكن تعدل عليه وتغير. يعني مثلا ده انا اخترت ده، بس انا مش عايز الديفو ده يبقى اسود، انا عايز لونه ايه؟ عايز لونه ازرق. فبنحدد الجزء اللي فوق، الجزء اللي فوق بنخليه لونه ازرق تمام كده. فهي دي القصه. كنترول زد طبعا بترجع الخطوه. ده ازاي تعمل جدول على طريقه الباي بوينت. هل بيبقى ليه تاثير؟ طبعا ممكن يبقى ليه تاثير. ازاي يتم له تاثير؟ فبنيجي هنا نقف عند الجدول، وبنختار التأثيرات. عندك أول تأثير أهو بيظهر بالشكل ده، وده بالشكل ده، وهنا بالشكل ده كده، بالشكل ده. وطبعا بتقدر تحدد الاتجاه بتاعه إذا كان هو ينزل من فوق ولا من تحت. برضه كل حاجة بيبقى ليها تأثير بتاعها زي ما أنتم شايفين الجدول، وهنا بيبقى بالشكل ده، وبتعمل إيه؟ وايضا ممكن الكلمات الداخليه ايضا بيبقى ليها تاثير ايضا، يعني مثلا الكلام يكتب والحروف يظهر بعدها. ده ملخص لكيفيه عمل جداول في الباير بوينت. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.